يوديها ابوه واخوه وطالب يوديها عشان راجل اهبل. لا هم راحوا يعملوا زي دول كده. راجل مش راجل اهبل. التحرير عملت التحرير. طيب يعني قلتهم قضيه. وبعدين راحوا خدوا ظهر من دم شويه يعني دفعوا قضيه وكان عيب. وبعدين ما طلعوش كاش عيب كان هم يطلعوهم بعدين. You're going to run my house.